The vertical displacement of N the A of the high strength precast concrete column relative to B, يعني A بالنسبة ل B هتنزل قد إيه, and B relative to C, B relative to C هتنزل 2 مليمتر واتنين ونص مليمتر, يعني هنا الحتة دي هتنضغط 2 مليمتر اللي هي AB, والبي سي هنضغط 2.5 respectively على التوالي. determine the magnitude of P1 and P2. احنا عارفين الانضغاط في ده 2.5 مللي, والدلتا عندنا بتساوي P في L على EA. ده القانون, الدلتا 2 10 أس سالب 3, ال P 2 P1, ال L 3, ال E 29 في 10 أس 9, وال area 150 في 150 يعني 0.15 تربيع لأن مربع. إذن ال P1 هتساوي في الغالب بيطلع طبعا بالكيلو نيوتن, 2 10 أس سالب 3 في 29.9 بوينت 15 تربيع على 6, طلع ال P1 217.5 كيلو نيوتن كل واحد فيهم. طيب بالنسبة لده هينضغط قلنا 2.5 مللي, طب هو عليه ضغط ايه؟ عليه 2 P1 و2 P2, يبقى هقول الدلتا هنا AB, تعالوا هنا نقول الدلتا BC بتساوي P في L على E في A. طيب نقول كده ان الدلتا 2.5 مليمتر, وهنا هيبقى 2 P1, 2 في 217.5 في 10 أس 3 زائد 2 P2 اللي أنا مش عارفها, كل الكلام ده P والL 3, الـ E 29 10 أس 9 0.25 تربيع. إذا كل P2 بكذا كيلو نيوتن, 2.5 E سالب 3 ضرب 29.9 في 0.25 تربيع تقسيم 3, اداني شوية اللودز دول على بعض, ماينس 2 ضرب 217.5 اي 3 تقسيم 2, واقول انج طلع 5.38 كيلو نيوتن. يبقى كل P1 ب 217.5 كيلو نيوتن, كل P2 538 كيلو نيوتن.